مستمعي الكرام في كل مكان، وما زلنا مع أهل القمة مع الأستاذ الموسيقار محمد وردي والأستاذ الموسيقار محمد الأمين وعصفور الشرق إسحاق الحلنجي. وتتبعنا يمكن سيرة الرجلين وحلنجي في حلقاتنا الفاتت، وأنا بعتقد أنه محمد وردي ومحمد الأمين لم يصلوا إلى هذه القمة إلا بعد معاناة حقيقية وبعد جهد كبير. صقلوا هذه الموهبة بشيء من التعب الحقيقي حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، واتبعنا مسيرتهم يمكن من الفترة ديك، وأصبحوا الآن حسب التسلسل التاريخي فنانين كبار دخلوا الإذاعة وأصبحت عندهم أغنياتهم الخاصة وجمهورهم الكبير على مستوى السودان. إحنا دائما نتكلم عن مرحلة تانية اللي هي مرحلة أكتوبر، لأنه في اعتقادنا أنه في أكتوبر ظهرت أغنية وطنية سودانية كبيرة، كان إسهام الأستاذ محمد وردي والأستاذ محمد الأمين فيها كبير وواضح من حيث الكلمات وانتقاء والألحان الكبيرة اللي ظهرت، وجات الملحمة وشعراء كبار دخلوا إلى منظومة الأغنية السودانية عن طريق أغنيات كبيرة. نقيف مع الأستاذ محمد الأمين والأستاذ محمد وردي في أكتوبر من خلال نشوف علاقة الفن بالسياسة أصلا، هل المسائل تنفصل ولا المسألة هي وعي وطني خلهم ينتقوا هذه الأغنيات بهذا الحجم الكبير؟ أستاذ وردي، هي حقيقة يعني في ناس كثيرين يعني يفتكروا أنه الفن مفروض يكون عند بعض الناس يعني بعيد عن الواقع، لكن الفنان هو جزء من هؤلاء الناس اللي بيتلقوا غناه واللي مثلا بيحاولوا يعملوا تغيير للأحسن بالبلد وبيحاولوا التقدم، فلا يمكن الفنان يغفل عن هذه الملاحظة، وربما هو يكون أكثر بصيرة في الحتة دي، وأنا بقصد الفنان الشامل يعني ما بقصد المغني، بقصد الملحن، بقصد الشاعر. لذلك أنا غنيت من قبل أكتوبر الحقيقة، يعني أول نشيد أنا غنيته شهداء كرري، ثاني نشيد غنيته نشيد الاستقلال، ثم الملحمة الكبيرة يغزى الشعب، ده كل ما قبل أكتوبر. فيعني عندي مساهماتي في الحركة، إذا كان كنت أنا بغني لشهداء كرري جزء من الملحمة السودانية، الاستقلال برضو أيضا جاء أيد نضال ناس 24 على عبد اللطيف، ثم جاءت يغزى الشعب اللي هو بيتكلم عن عموم السودان. بعد كده لما جات أكتوبر، قبل أكتوبر أنا الحقيقة ما بنقدر نكذب التاريخ، أنا غنيت نشيد 17 نوفمبر، وبسبب يعني الأيامات دي كان الانقلابات العسكرية بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان يبدو أنه يعني أو واضح لي أنه أخذ السلطة بالقوة العسكرية الوطنية ربما تزيد في إسراع التنمية والتحضر البلد أكثر. وبعدين تأثير عبد الناصر علينا من 52 من ناحية الشباب كان كبير، يعني 58 حصل الانقلاب دانس عبود، ولأول مرة أنا حقول إنه هذا النشيد لم يكتبه إسماعيل حسن، ده كلام محمد وردي ولحن مع طلبته بتاع مدرسة الديوم الشرقية، جينا شايله في المسجل وجي سجلته هنا، وقابلت التاج حمد قلت له أنا عندي نشيد لثورة 17 نوفمبر، قال لي يا أخي دي ما اسمها ثورة، قلت له والله أنا عاملها للثورة، قال لي كيف؟ ضرب للمجلس الأعلى، قال في واحد اسمه محمد وردي جايب لنا شيد وطلبه وقال ثورة 17 نوفمبر. طلعت فريد رد علي قال يا ابني دي اسمها حركة الجيش المباركة، قلت له والله أنا ما بقدر أقول كده، أنا عندي ثورة، قال خلاص خليني سجلها، سجلتها عن اقتناع يعني. بعد كده كان في صراع برضو يعني رغم أنهم يعني عملوا حاجات خارقة في الفن والرياضة، عملوا مسابقة فنان السودان، كان في صراع بينه وبين سيد طلعت فريد، قال نحن عايزين نشوف الفنان الأحسن منه، أي أنت عثمان حسين إبراهيم عوض لازم الشعب يستفتوه، ففي مجمع من الفنانين قلت له وليه ما يستفتوا الحكومة
بس الناس لا تعرف الفنان الأول منه ليه ما يعرفه؟ فقال لي يا محمد ولدي أنا جنرال ممكن أحكم بالإعدام، لذلك أنا انسحبت يعني فنان ما اشتركت في الحكاية دي. بعد كده جات أكتوبر، أكتوبر كان تيار جارف من الوطنية و يعني أي واحد كان مبسوط بالاستقلال. فلما جات الحكومة العسكرية صدت السودانيين وآمالهم في التقدم والتطور والديمقراطية، فالناس كانت حزينة ومبسوطة يعني من ناحية عيش أكل عيش وكده ما كان في ضنك يعني في حتى الحريات. نعم كان لحد ما في حريات. نعم وغنيت الأكتوبر بهذا الشكل الكبير. أستاذ محمد الأمين يعني إلى أي مدى تتخيل أن الفنان من المفترض أن يمتلك وعي سياسي ووطني حتى يستطيع أن يقدم أعمال كبيرة، ولا المسألة دي نسبية في تقديرك يعني؟ هو يعني زي ما قال أخونا محمد يعني هو أصلا أنت ما بتقدر تعزل الفن من الحياة الاجتماعية اللي بيعيش المجتمع المعين اللي الفنان جزء منه، وما بتقدر تعزله من الظروف الاقتصادية والسياسية والحاصل ده. يعني ما احنا بني آدمين بنعيش زينا وزي المواطن العادي، فمن هنا مؤكد الواحد بتأثر فيه الأحداث اللي بتحصل في البلد في الوطن وأثرها، وده شيء موجود في الموسيقى والأغنية السودانية منذ فترة طويلة جدا. يعني لما نتكلم عن مناهضة الاستعمار بنلقى إن هنالك فنانين غنوا في تلك الفترة، مراحيم حسن خليفة العطبراوي خليل فرح وخليل فرح قبل ذلك في عازة وفي أغنيات أخرى، حتى هم دي مرحلة كان ما بيقدروا يغنوا فيها بوضوح شديد. يعني عازة هي ما كانت اسم لمحبوبة رمزية شخص. نعم ويغرب بلدك يلا روح أهلك ولملم عددك، وده كله كان شغل بتاع مناهض الاستعمار وفي الفؤاد ترعاه العناية. كل ده دور الفن للفنانين وللفن، لأنه لا يمكن أنت تعزل هذه المسألة. نعم. الواحد كان بيسمع ده كله، يعني أنا بالنسبة لي كنت بسمع ده كله، وحتى بعد الاستقلال وطن الجدود بلادي أنا كل ده، والواحد بيشكل شخصيته كبني آدم وكفنان. الواحد كان بيفتكر أنه هيجي اليوم اللي الواحد يكون عنده دور في المسألة. الفترة اللي تكلم عنها أخونا محمد اللي هي مرحلة 58 هذه كانت فترة يعني الواحد أنا بالنسبة لي كنت بجاهد فيها عشان الناس يعرفوا محمد الأمين، ومجاهدة من خلال الأجهزة الإعلامية ومن خلال الإذاعة ومن خلال الغنى والجمهور. يعني بالرغم من أنه الفترة بتاعت نظام مرحوم الفريق عبود كانت فترة فيها يعني نشاط رياضي ونشاط ثقافي وفني، وكانت في بعثات فنية بتمشي الأقاليم وكذا، ودي الفترة اللي أنا بديت فيها أظهر للناس، كانت في معوقات كثيرة جدا رغم أنه المجال للفنانين الموجودين مفتوح. نعم. في الغناء، لكن بالنسبة للفنانين الحديثين نعم. كانت في مشكلة كبيرة جدا، وأنا كنت بعاني منها يعني طوال الفترة بتاعة 17 نوفمبر. نعم. طيب. وأذكر أنه أنا جيت في مناسبة بتاع زواج أحد الإخوة الصحفيين اللي هو مرغن البكري، ورجعت مدني وجيت الإذاعة هنا عشان أقابل المسؤول كان مدير بتاع الإذاعة، وكان عندي كلام محدد كنت حقول له أنه أنا همشي أقعد في مدني لحد ما البلد يجي فيها نظام يعني يدي فرصة للفنانين الناشئين وكذا حتى أنا بيراجع. وجيت الإذاعة فعلا، لكن بكل أسف لقيته قالوا في زيارة في أمريكا، ورجعت ومدني بعد الزواج بتاع أخونا مرغي البكر ده، واستمرت في مدني زي شهرين ثلاثة. وفي تلك الفترة حدثت ثورة أكتوبر وأنا في ود مدني، فأنا بالنسبة لي المسألة كانت أكتوبر هي شيء بتاع الشعب السوداني كله،
وفي نفس الوقت كنت افتكر انه دي الفرصه اللي انا هالقى فيها مجال في انه يعني المشاكل والمعوقات اللي كانت موجوده قد تنتفي. وبعد ما قامت اكتوبر انا كان عندي يعني كلام في المساله. يعني عملنا احتفال في مدني بمناسبه مرور شهر على اكتوبر، حضروا معنا الاخ محمد وغنى فيه اصبح الصبح، واذكر انه انا علفت لي وعود لانه الفرقه الموسيقيين هناك ما كان في وقت عشان يتدربوا ويحفظوا، والنشيد كان يتسجل في الاذاعه وانا سمعته المدني، فكان بالنسبه لي انه سهل اعزف، ورغم انه السلم كان سلم صول ماجير وكان سلم صعب لانه فيه فاديز وكده، وبالنسبه للعازفين هناك برضه مشكله علامات التحويل. فكان عندي راي انه والله نحن بعد كده بعد ثوره اكتوبر الاذاعه دي ما حنمشي لها، الاذاعه جينا في ود مدني. وقد كان انه الاحتفال اللي عملناه في اكتوبر وحضور الاخ محمد جات الاذاعه ونقلته على الهواء من افتكر ميدان الدرجة في 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 ود مدني. نعم، وانا غنيت فيه اكتوبر 21 اول مرة، ومحمد برضو غنى اصبح الصبح. وفعلا يعني حصلت حاجة انه انا بعد اسبوعين ولا كده جيت الخرطوم عشان ما اشوف امكانية تسجيل اكتوبر 21، فلما جيت الاذاعة هنا قالوا لي والله يا اخي احنا نقلنا النص بتاع اكتوبر 21 كنص من الشريط بتاع التسجيل بتاع الحفل اللي نقلناه في مدني، واديناه لجنه النصوص، ولجنه النصوص اجازته، وانت هسه ما عليك الا وانك تسجل النشيد ده. يعني كل ده حصل وانا في مدني. فمؤكد كانت دي يعني الثوره دخلت في انتاجي حتى الفني في المساله دي. واستمرت بعد ذاك العمليه بتاعت المواصله لغناء الوطني لاكتوبر. ولعل يعني فتره اكتوبر يمكن كانت فتره مناسبه بهذا الثراء اللحني الكبير اللي حدثت من خلاله اضافات حقيقيه للاغنيه السودانيه الوطنيه من خلال الاستاذ محمد وردي والاستاذ محمد الامين. يا ريت نحن هسه في اجواء اكتوبر نحيي تلك المرحله بلحن تختاروه لنا. انا ما اعرف لو التاريخ اعاد نفسه وغنيته اصبح الصبح او اي لحن من الحان تلك الفتره. والله اصبح الصبح يعني اخذ رواج كبير، واعتقد انه تسجيل في الاذاعه التسجيل الاصلي اللي فيه الاطفال ويشيلوا وكده، يعني انا كنت احبس ان انا استمع للانشوده دي بطريقه القديمه. محمد الامين، الاغنيات في تلك المرحله كده اللي انت يعني خالده في ذاكرتك. والله هو زي ما انت قلت انه كان في جديد في 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 التعامل مع الاغنيه الوطنيه. يعني انا بالنسبه لي كان الجديد في المساله النشيد الوطني، النشيد القوي الحماسي وكذا، وده يعني يمكن مش في اكتوبر 21 لكن في بعد ذاك في المجدوي الالاف تهدر في الشوارع كالسيول، واستمرت المساله الى ما جاء العمر الكبير هو قصه الثوره. وبرضو انا قصدت انه اعمل حاجه كبيره واشرك فيها عدد من الاخوه الفنانين فعلا اتعمل الحالة الكبيرة دي بتوزيعات دي ما أثارت نوع من الجدل وسط الموسيقيين والملحنين، هي حاجة جديدة على الأغنية السودانية في ذلك الزمان، مثل ما أثير جدل حول الكلمات الأولى اللي دخل بها مثلا أستاذنا وردي من إسماعيل حسن، أثارت نوع من الجدل وسط الفنانين التقليديين. لا هو الجدل كان حول الأناشيد في أذهان الناس واللي علموها كبارنا من الفنانين بآلات العسكرية اللي اسمه النشيد.
نحن حولنا ده للأغنية الوطنية، يعني هي بتحمل عاطفة. انت لما تغني للوطن ما بالضرورة تكورك، يعني ممكن تغنيها وغناء، وده أثر في شعب السوداني أكتر. نعم، نسمع أستاذ محمد الأمين. أنا هحاول أغني حاجة يمكن من آخر الأعمال اللي عملت في المجال ده. فجر الغنى المأمول مستني جياتنا وطنا عظيم الشان، عمدان قامت يا ظالما في الغيب، يا ظالما في الغيب أو حتى بيناتنا لو في الحلم والنوم، أحذر ملاقات لو في الحلم والنوم، أحذر ملاقاتنا لو للسماء والدور، أحذر وليدات نحن انكسار العيب، نحن انكسار العيب ما بحنها ماتنا صاعين نكيل الصاع، والسلم رايات صاعين نكيل الصاع، والسلم راياتنا صاعين نكيل الصاع، والسلم غياب. جميل جميل يا احمد. ايضا استاذ محمد وردي، يمكن في المرحله دي غنيت اغنيات كبيره، يا ريت برضو طالما احنا في هذه الاجواء تسمعنا حاجه من اغنيات تلك المرحله. طيب ريمي جرم. اسمك الظافر ينمو اسمك الظافر ينمو ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى، وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا، وبأيدينا توهيت ضياء وسلاحا، فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا، سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا، ونرود المجد
حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرى. باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني. باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني. الحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمني. الحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمني. والكنود انبعثت من باطن الأرض تنادي. باسمك الشعب انتصر حائط السجن. باسمك الشعب انتصر حائط. والقيود انسدلت جدلة عرس في الآيات. كان أكتوبر في أمتنا منذ الأزل. كان أكتوبر في أمتنا منذ الأزل. كان خلف الصبر واليحيا صامدا منتصرا حتى إذا الصبح أطل. صامدا منتظرا حتى إذا الصبح أطل. أشعل التاريخ نارا واشتعل. أشعل التاريخ نارا واشتعل. أشعل التاريخ نارا واشتعل. كان أكتوبر في قبتنا الأولى مع المك النمر. كان أكتوبر في غبتنا الأولى مع المك النمر. كان أسياف العشر ومع الماضي البطل. وبجنب القرشي حين دعاه القرشي حتى انتصر. حتى انتصر. باسمك الأخضر اسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني. الحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمني. والكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي. باسمك الشعب انتصر حائط السجن انكسر. والقيود انسدلت جدلة عرس في الأيادي. مع أهل القمة سمعي الكرام في